لو كان عميد الأدب العربي طه حسين استجاب وتوقف أمام العقبات اللي صادفها واللي ذكر بعضها في مذكراته الشهيرة الأيام، ربما كان انتهى به الحال مجرد مقرئ على المقابر في قريته، ولكنا حرمنا إحنا والأجيال اللي سبقتنا والأجيال اللي جاية بعدنا من مآثره، سواء على الثقافة العربية أو حتى على منظومة التعليم المصرية اللي كان أول ثمارها مجانية التعليم. فإذا كان طه حسين في أوائل القرن العشرين استطاع أن يتحدى هذه الصعوبات وأن يكون أول طالب يحصل على الدكتوراه في الجامعة المصرية، فلماذا يحرم محمد وهادي بعد أقل من 100 عام من هذه الحادثة اللي مر بها طه حسين، لماذا يحرم من الدخول إلى نفس الجامعة، جامعة القاهرة؟ برحب بضيوفي على الهواء مباشرة بضيفي المتفوقين محمد فارس وهادي محمد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. محمد، خلينا نعرف الأول، أنت جايب كام في الثانوية العامة؟ أنا الحمد لله، يعني الحمد لله طبعا يا بظروف الثانوية العامة كلها، كان كل عارف هذا العام ماذا حدث، وكان الامتحانات في منتهى الصعوبة وحالات الغش الكثيرة التي اعترفت بها وزارة التربية والتعليم في حد ذاتها، ولكن الحمد لله أنا حصلت على 88%. وانت يا هادي؟ 95.8 الحمد شاء الله. انا عايز اعرف انت ايه مشكلتك انت ومحمد يا هادي؟ طيب، هي في البدايه ان احنا مشكلتنا في التعليم كل ما نروح نقدم في جامعه مثلا معينه وقلنا احنا مش عايزين مكفين السنه دي. السنه دي؟ السنه دي يعني ما في سنه بيقفلوا بيها يبقوا مكفين وسنه لا مثلا؟ ده اكبر دليل على ليه. هقول لحضرتك على حاجه. جامعه عين شمس مثلا كليه اداب بوجه خاص، كليه اداب فيها 16 قسم، السنه دي مفتوحين فيها قسمين بس، قسم تاريخ وقسم عربي. دي الاقسام المفتوحه لاستقبال المقفولين. تمام. السنه من ضمن المقفولين اداب اجتماع، السنه اللي فاتت اداب اجتماع كانت مفتوحه للمقفولين. السنه دي بيقولوا يعني عملت الكليه بتقول مش عايز مقفولين السنه دي عشان فيها قسم تربيه عمليه. السنه دي او السنه اللي فاتت ما كانش في مشكله التربيه العمليه. طب قلنا خلاص في مشكله تربيه عمليه، خلاص احنا هنحل المشكله دي بكذا طريقه، بثلاث طرق. اول طريقه ان احنا يا جماعه مثلا دكتور هنناقش او مثلا الحاله اللي هنناقشها هنعملها مثلا على اساس ان احنا مكتوبه على ورقه او احنا بنناقشها ايه كلاميا، مش هننزل على ارض الواقع. دي اول طريقه. ثاني طريقه، طب كويس يا جماعه ان مثلا حد يبعتنا على مؤسسات معينه معانا مرافق من المبصرين، هندرس الحاله دي ونعمل برده المشروع التخرج بتاع سنه رابعه بتاع التربيه العملي. عملنا حل ثالث، احنا مدارسنا محدوده وعارفين المشاكل اللي فيها، خلاص احنا نروح مثلا عن حالات مدارسنا بتاعتنا ونشوف ايه المشاكل اللي فيها وبرده مشروع التخرج. هو انت المفروض انك تحل مشاكل الجامعه، ولا الجامعه مفروض انها هي اللي تستجيب لحالتك وتوفر لك فرصه تعليم؟ هل المفروض ان انت اللي تحل لهم مشكلتهم في ان انت هو ده المفروض ان المشكله هي اللي الجامعه تحلها، لكن الجامعه ما بتساعدش. فاحنا خلاص احنا طرحنا لهم حلول عشان نقدر احنا نخش ندرس ونكمل، يعني نكمل حياتنا عاديه خالص. قدمنا لهم حلول وبرده حلول اترفضت. وانت يا محمد؟ طبعا يعني احب اضيف على ما اضافه الزميل هادي. المشكله هي ليها عده جوانب، تمام. الكليات احيانا ما تقبل مكوفين، هي متروكه لرغبه عميد الكليه او رئيس القسم. يعني ما فيش قانون بينظم المساله؟ لا، القانون، انا تحدثت الى احد مسؤولي المجلس الاعلى للتعليم الجامعي، قال لي نصا انه يتاح للكفيف الالتحاق باي كليه من الكليات الادبيه، ولكن دي بقى هنا هي المشكله، ولكن بعد موافقه العميد، تمام. بعد موافقه العميد بيترك الامر هنا لموافقه العميد او رفضه. يعني على سبيل المثال هناك العديد من الاقسام كانت متاحه في الاعوام السابقه، كما ضرب الزميل هادي مثال قسم الاجتماع وقسم الفلسفه وقسم العلم النفس، كل هذا كان متاحا سابقا، لماذا اغلق الان؟ اغلق الان وبالرغم واغلق الان وعلى الرغم ان هناك في نفس هذه الكليات زملاء لنا يقومون بعمل دراسات عليا في هذه الاقسام، تمام. قسم الاعلام زملائكم مكفوفين؟ نعم، فهم بيقوموا الان بعمل دراسات عليا ومنهم من تخرج. يعني هم خريجين اصلا من هذه الكليات وبيعملوا فيها دراسات؟ نعم، نفس الكليه، يعني مش هقول لحضرتك كليه اخرى، تمام. اعتقد ان الجامعات المصريه الحكوميه كلها بينظمها قانون واحد. صحيح. صح؟ مفروض. طيب، اذا جامعه الزقازيق متاح بها مختلف الاقسام الادبيه التي تتاح للشخص السوي او المبصر، تمام؟ متاح لهم كافه الاقسام يلتحقون بها كيفما يشاءوا، تمام؟ اذا
لماذا أغلقت هذه الكليات؟ لو ضربنا مثالا آخر في كليات الأداب جامعة طنطا، تمام؟ هناك شخص يقوم الآن بعمل ماجستير في المجال الإعلامي، وأجريت معه حوارات في بعض الصحف والقنوات الفضائية مسبقا، تمام؟ إذن نحن قادرون. إذن هناك نماذج تدعو لعدم إغلاق هذه الكليات. الحقيقة مسألة القدرة أعتقد أن صعب أن حد يشكك فيها. أنت بتتكلم عن كلية التي أسسها وكان أول عميد ليها هو رجل كفيف، وهو اللي قاد المبصرين فيها جميعا، وحتى كليات الإعلام. أنا شخصيا كنت طالبة في كلية إعلام، وكان ليا زميلة في الدفعة كانت مكفوفة، وكانت زميلة متفوقة جدا، ولم يشكو أحد من تقصيرها. فإحنا بنناقش إيه؟ إذن حضرتك قلت أنك ليكي زميلة، يعني القسم كان متاح سابقا، تمام؟ يعني لو انا مثلا افترض ان انا معلوماتي غير دقيقه، طب حضرتك بتتكلم عن ايه؟ عن كليه انا حضرتك بتقولي قسم الاعلام، بتكلم عن كليه الاعلام جامعه القاهره. كليه الاعلام جامعه القاهره، تمام. طب يعني انا كليه الام بتقبل الافراد، طب كيف لا تقبل الكليات الفرعيه من كليات الام، المتفرعه من كليه الام؟ هذا برضو يعني اعتقد ان سؤال يطرح نفسه. وبعدين تعالي حضرتك، يعني مع احترامي طبعا انا بضرب تاريخ بعميد الادب العربي طه حسين، افترض حضرتك ان احنا او المسؤولين مش عايزين يرتكنوا للتاريخ او ينظروا للتاريخ، لماذا لا ننظر الى الواقع اذا رفضت ان تنظر الى التاريخ؟ برضو ده سؤال انا بطرحه. انا عايز اسالك، انت التحقت كده، انت يعني دخلت اي كليه؟ قبلت اوراقك في اي كليه ولا لسه لغايه دلوقتي؟ حتى الان للاسف انا مستني موافقه سياده العميد. عميد كليه الاداب جامعه عميد. انا عايز ادخل عين شمس بس مش عارف. هو يعني انت هل كل الشروط الاخرى تنطبق عليك؟ يعني الشرط الجغرافي مثلا، الشرط المجموع بينطبق عليك؟ ينطبق، لان انا جامعه القاهره لم يتوفر بها قسم الاداب، اداب قسم اعلام، فبالتالي ينطبق لان هي اقرب جامعه بعد القاهره جامعه عين شمس. تمام يعني يا فندم، هو حضرتك الورق قبل من زملائي قدموا في قسم الاداب اعلام، وبالفعل الورق قد قبل، ولكن عندما فحصوا الورق وعلموا ان الاوراق بها ما يدل على انه كفيف، قامت الجامعه بالاتصال بهؤلاء الزملاء وقالوا لهم انكم مرفوضون لانكم مكفوفين. يعني الحاله دي تكررت مع زملاء ليك مش انت بس؟ لا، ما هو مش انا، انا حضرتك انا ما بتكلم، اكيد مش بتكلم عن محمد فقط، انا بتكلم عن طلاب ثانويه عامه تخرجوا هذا العام وحتى الان لا يعلموا ما هو المصير الذي يترتب لهم. عندك اي فكره عن عدد هؤلاء الطلاب؟ لا، هو للاسف هو انا عندي فكره بعدد المدارس، هم 26 مدرسه على مستوى الجمهوريه، دي مدارس المكفوفين تقريبا يعادلوا هم يعني حوالي 5000 تقريبا. طب يعني اذا كانت وزاره التعليم قررت ان هؤلاء المكفوفين ليس لهم حق في الالتحاق بالجامعه، لماذا تنشئ لهم مدارس؟ يعني هذا السؤال اعتقد انه يحتاج الى اجابه ويستحق هذه الاجابه. هادي، انا عايز اعرف، انت قبلت في اي كليه ولا لسه؟ انا قبلت في كلية إعلام القاهرة. طب الحمد لله، الحمد القاهرة لله. لم تخيب ظننا. أنا كنت أول، هي بس كان عندي مشكلة في البداية أن أنا كان مجموعي كان أقل من المجموع الحالي دلوقتي، بس عملت اللي هو تظلم وزدت 6 درجات، فبالتالي يعني رغبتي الأولى جات لي الحمد لله إعلام القاهرة. لكن يعني أنت الحاجة الوحيدة اللي كانت واقفة بينك وبين الكلية هي مجموعك، وتغلبت على هذه العقبة. أنا أول كان جالي إعلام برضه، بس أنا ما كانش جالي إعلام القاهرة، هو كان جالي إعلام بني سويف. فجيت بعد كده قلت هعمل تظلم وكده، فزدت 6 درجات في 3 مواد، فبالتالي جات لي بقى رغبتي الاولى الحمد لله. يعني انت بالنسبه لك ما كانش في اي عقبه متعلقه بوضعك؟ ما فيش حد في الكليه قال لك لا والله لا نقبل طلبه مكفوفين او اي شيء من الحاجات اللي صادفها محمد؟ لا الحمد لله. الحمد لله. طيب معنى كده ان المساله متفاوته وراجعه تماما زي ما انت قلت لرغبه كل عميد ولكل كليه على حده. ده حضرتك بتعجب عليه، الكليه المعتمده دوليا تقبل، والكليه يعني انا مش تقليل من شان الكليه والله، بس انا يعني ده واقع، ولازم لا واقع مرصود، يعني واقع ملموس موجود. الكليه الام اللي هي معتمده دوليا تقبل، طب لماذا لا تقبل الكليه الفرعيه المتفرعه ونفس الاقسام ونفس الدراسات؟ وانا يعني برضو بنسبه قسم الاعلام في جامعه حلوان لي زميل كان هناك في العام الماضي، وهو الوقت في الدفعه الثانيه، وهو في قسم اعلام برضو اداب حلوان، وعلى العلم ان اداب حلوان شبه بتحاول اغلاق الجامعه امامنا هذا العام برضو، لان احنا حاولنا نقدم في كليه اعلام، في كليه اداب قسم اعلام جامعه حلوان، يعني بعد ما قبل الورق برضو قالوا ان العميد لسه بيفكر انه يطلع قرار انه لا يقبل المكفوفين او ما يسمونهم ذوي الاحتياجات. هل بيطلع القرار بالطريقه دي؟ لا نقبل، يعني اذا كانت الدوله بتلزم في قانون العمل بتلزم اصحاب العمل ان هم يقبلوا 2.5%، تمام، 5%، 5% دلوقتي كمان. طيب هل من حق الجامعه انها تصدر القرار بالمنطوق ده وتقول والله انا لا اقبل ذوي الاحتياجات الخاصه؟ القانون اللي قررته الوزاره خلى ان حق العميد ان هو يقرر قانون ان هو مش عايز مكفوفين السنه دي، خارج بعيد عن الوزاره.
هقول لحضرتك على حاجه. ويطلع القرار مكتوب فيه كده انه لا يقبل المكفوفين؟ لا، ما انا لسه هقول لحضرتك حاجه. اكيد اكيد عمر ما عميد هيخرج قرار كده. احنا لما حاولنا نجيب ورقه رسميه من الجامعات اغلقت، كنا بنحاول ان نحصل على هذه الورقه منذ 3 اعوام ان ما هي الاقسام المغلقه والمتاحه للمكفوفين، بحيث ان لما نتخرج نعرف احنا هنعمل ايه ونعرف مصيرنا ايه، لان كل واحد بيحط قدامه هدف حين دخول الثانويه العامه، وبالتالي احنا حاولنا نعرف مصيرنا ايه لما علمنا ان في كليات مغلقه. فطبعا هم كاتبين في الاوراق دي انه الورقه دي احنا لسه حاصلين عليها النهارده، للاسف ما لحقناش نجيبها نبعتها لحضرتك. مكتوب فيها ان هو لا يقبل المكفوفين، يعني مثلا على سبيل المثال قسم اتباع مكتوب فيه يقبل المعاقين والحالات الخاصه ولا يقبل المكفوفين، ده انت حتى مش مسمينها بالمعاقين. ليه؟ ما هو ده هو كاتب كده. يعني انا طبعا يعني الحقيقه مصدومه من كم من المفارقات في الكلام اللي انتوا بتقولوه، والحقيقه ان احنا بنحاول نتواصل طول الوقت واحنا معاكم دلوقتي بوزاره التعليم العالي، بنحاول ان احنا نفهم. دكتور سيد عبد الخالق كان معنا يمكن قبل ايام قليله وقال كلام طموح جدا، فاحنا عايزين نوصل لصوتكم ونستمع لاجابتكم، مش ليكم انتوا لكن احنا من حقنا كمجتمع ان احنا نعرف لماذا يحرم ابناء هذه الفئه اللي ممكن يخرج بعضهم ويكون هو الاكثر تفوقا، مش ممكن يخرج منهم طه حسين تاني؟ تمام، هو تعليق صغير قبل ما حضرتك تخرجي من هذه النقطه. هو مش ممكن يخرج طه حسين، هو خرج طه حسين حاليا. هقول لحضرتك ازاي بس في مجال مختلف. في شخص بيدعى رجب محمد رضا في المنيا. هذا الشخص قام بشيء، يعني هو فعلا انا شايفه انا ككفيف انا بقول ان هو معجزه. اللي هو ايه؟ هو طبعا اعتقد ان جائزه ال ساينس وجائزه انتل للعلوم والتكنولوجيا وجائزه زويل العلميه، ما اعتقد ان ما حدش بيحصل على هذه الجائزه من فراغ. تمام، هو اخترع محاول بيعمل بدون اي محروقات، تمام، لحل هذه الازمه، ازمه الكهرباء. وبالتالي بدا يحاول كباقي الاشخاص عرض هذا الاختراع على المؤسسات والمنظمات المصريه. طبعا وكالعاده رفض الاختراع او يعني لم يستجب له. اتجه للخارج، بالفعل حصل على الجوائز اللي انا ذكرتها لحضرتك. من خلال هذه الجوائز عن نفس الاختراع ده، من خلال هذه الجوائز بدأ بالفعل اختراعه يرى النور في الخارج. تمام، وإضافة لذلك هو يعني بدأت مشكلته ان هو حاول يصلح هاتفه المحمول، كانت تكلفة مرتفعة. راح حصل على كورس صيانة في صيانة الهواتف المحمولة، حصل على كورس بالفعل هو دلوقتي يعني هناك مركز لصيانة الكمبيوتر لصيانة الهواتف المحمولة عفوا في محافظة ألمانيا. جميل، تمام. يعني الحقيقة اللي انت بتقوله كمان بيرد على نقطة تانية، وهي فكرة ان وزارة التعليم العالي محددة اقسام بعينها او الكليات الادبية فقط، ان الكليات النظرية أعتقد فقط ان ده شغل هندسة للطلبة المكفوفين. ممكن تكون بتصادر على يعني ممكن تفهم بعض الاشياء مثلا، لكن اذا كان في شخص يرغب وقادر ولديه القدرة فدي مسألة مختلفة. يمكن الإحساس بالرغبة في التحدي دايما بحس إنها هاجس بيشغلكم. أنتوا الاثنين أول ما دخلتم كان معاكم أجهزة وكنتوا حابين أن أنتوا توروا للناس إزاي بتستخدموا الكمبيوتر، إزاي بتستخدموا التليفون التاتش. يعني أنت دايما مشغول هادي بأنك تثبت للناس أن أنت زيهم أو أحسن منهم، ده بيشغلك طول الوقت؟ كتير. ليه؟ عشان المجتمع بتاعنا شايف ان احنا لا نستطيع، زي ما حد قال قبل كده. حد جه قبل كده الكفيف لا يستطيع. بس احنا شفنا كتير مكفوفين واستطاعوا حاجات كتير قوي، في ناس كتير ما تعرفها ما قدرتش تعملها. بالظبط، هو الحقيقه الكفيف بنواجه مشكلتين، اول مشكله مع الدوله ومشكله مع المجتمع. مشكله الدوله احنا ما بنتكلمش فيها دلوقتي بسبب الظروف اللي بتمر بيها الدوله حاليا، ما فيش امكانيات للدوله ما بنتكلمش فيها. المشكله الثانيه مشكله الكفيف والمجتمع. مجتمعنا المصري شايف الكفيف بصور كتير، من ضمن الصور شايفين الكفيف اخره ان هو ياكل ويشرب وبس، دي صورة. انت شايف ان الصوره دي مستمره؟ يعني انا برضو بعبر عن صدمتي من الصوره اللي انت ممكن تكون شايفها. يعني ايه اللي خلاك تتصور هذا التصور عن لا هي حصلت معانا فعلا، لان انا مره كنت راجع من امتحان، كنت في ثانويه عامه ساعتها وراجع، فكان معايا اهلي يعني. فالمهم واحد من الناس الركاب يعني فبيسال لو احنا تبع مؤسسه ايه؟ لا قلنا له لا ده احنا طلاب ثانويه عامه، انا الراجل ده ذهل انديش ان احنا ازاي احنا طلاب ثانويه عامه وامتحن وخلصنا الامتحان. انتوا كنتوا كلكم مجموعه طلبه مكفوفين. دي نقطه. ناس ثانيه من ضمن المجتمع شايفه ان الكفيف من النوع اللي هو دايما اللي عايز احتياجات ماديه، ان هو زي ما بيشوفه في المترو بيتسولوا او كده. فهو ممكن حد يطلع من جيبه حاجه ويحطها في ايدك مثلا؟ حصلت معاك؟ حصلت مع ناس قبل كده، مش ممكن.
يعني انت شاب انيق كده وجاي وانت متانق ولابس نظاره شيك ومش عارف ايه ويطلع من جيبه فلوس ويحطها في جيبه. والله كانت بتحصل معانا بس مش معايا شخصيا، بتحصل مع ناس ثانيه من صحاب زمايلنا يعني. فالمشكله كلها المجتمع عنده نسبه من نقص في الوعي بدرجه كبيره. انا شايف ان دي ممكن نكون من تقصير بنسبه مش 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 هينه من الاعلام. عشان كده انت قررت تدخل كليه اعلام؟ عشان كده انا قررت ادخل كليه اعلام. ايه اللي انت شايف ان انت لو اشتغلت في المهنه دي ممكن تغيره؟ قول لنا يعني ايه جوانب التقصير انت شايف الاعلام مقصر فيه، وانت شخصيا قررت انك مش هتعتمد على حد، هعتمد على نفسي وهشتغل في المهنه دي عشان اغيره. تمام. هو انا اللي شايفه من الاعلام في التقصير تجاه المكوفين ان الكفيف ما بيذكرش غير في مناسبه معينه او في حدث معين حصل وخلاص. يعني طول السنه مثلا ممكن يوم او يومين في السنه هو ان في مكوفين جماعه في المجتمع بيعملوا كذا وكذا وكذا وخلاص. لا، احنا عايزين الكفيف ده على طول قدام، يعني على طول موجود، على طول متابعينه، على طول الانجازات اللي بيوصل لها، بيخش فين، بيخش كليه ايه مثلا، او ايه الانجاز اللي عمله. احنا برده مش عايزين نتابعه عشان هو كفيف، احنا بنتابعه لانه عمل انجاز. بالظبط، مش ان هو كفيف. هو الحقيقه حاجه تعرفي ان الكفيف او الشخص اللي عنده كف بصر على مستوى العالم ما بيصنفش من ضمن المعاقين. ليه؟ عشان هو ما فيش فرق بينه وبين الشخص العادي. هو كل الفكره ان هو خد منه بصره وربنا عوضه بحاجه تانية، بس بيتعامل عادي جدا. هو ما بيشوفش لكن بيتعامل وبيتحرك وبيروح وبيجي وبيعمل كل حاجه بيعملها اي انسان طبيعي. ايه الحاجات اللي انت بتتصور ان الناس متصوره انك ما تعرفش تعملها وقررت انك تعملها بالعند فيهم؟ تمام. اول حاجه نتجه لمكان مجال التكنولوجيا اولا. الكمبيوتر، ناس كتير جدا انا بيندهشوا ان احنا ازاي بنستخدم الكمبيوتر والحاسب الالي. الناس كتير جدا، وانا وكانت انا شخصيا كمان. دي نقطه. تاني نقطه استخدام الكافيه في الانترنت وتصميم المواقع. حضرتك تعرف احنا اصلا من ضمن الناس اللي حضرتك عارفه ان المواقع عايزه دايما جرافيك. صحيح. احنا عملنا يعني اتخذنا الصعوبه دي وتغلبنا عليها وعملنا موقع سميناه الكافيه المصري. بعض البرامج بتهيئ لنا ان احنا ممكن نحط يعني مثلا بتسمينا الجرافيك دي او بتقول لنا الجرافيك ده في ايه بالظبط نقدر احنا نصمم بيها الموقع. وفي موقع بيقول لحضرتك على ارض الواقع موقع اسمه الكفيف المصري. احنا سميناه الكفيف المصري عشان نثبت ان الكفيف هو اللي عمل الموقع ده. بيوفر خدمات للي مش كفيف بس، بيوفر خدمات للي عايز يخش الموقع ويستفيد. اي حد مش بس اي حد، لا مش الكفيف بس. على مثلا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، انا ناس كانت بتخش يقول لي انت بتستخدم، طب انت بتشوف الكتابه ازاي؟ طب انت بتكتب ازاي؟ طب انت بتنشر بوست ازاي؟ طب انت ازاي بتعمل مش عارف حاجات كتير جدا. الناس كانت بتستغرب. ما كنتش على حاول حقيقة ما يخش حد كان مثلا يخش يسألني السؤال ده انا ما كنتش بزعل. بالعكس انا ببقى فرحان جدا حد بيجي عشان يعرف. هل بيجي احيانا الناس يعني ممكن تكون ظروفهم زي ظروفك وبتسالك عشان عايزه تعرف، عايزه تستلهم التجربه تفهم، والله الله انت بتعرف تشتغل على الكمبيوتر طب علمني. أيوة. طب بتعمله ده ازاي؟ انا فعلا واحد من ضمن الناس اللي هم المكوفين برضو. هو سنه لسه صغير بس ما يعرفش، ما تعملش قبل كده مع الكمبيوتر او كده، اتصل بيا وقول لي طب ايه البرنامج ده مثلا، او شافني قبل كده بتكلم عنه في صفحه مثلا ما او على ايميلي بكتب مثلا معلومه عن الموضوع ده، داخل يسالني طب انت بتستخدمه ازاي، طب ممكن تبعت لي البرنامج. وانا كنت بساعده، كنت بعت له البرنامج ده قبل كده عشان قلت له، ابتديت انا اديله معلومه مره عشان يعرف يطبقها عنده. طب انا عايزه اعرف منك المعلومات دي، هنحاول ان احنا نعرفها كمان عشان ننقلها للمشاهد العادي اللي بيسال انتوا بتعملوا ازاي، والمشاهد اللي عنده ظروف خاصه ومحتاج يعرف ده بيتعمل ازاي. لكن انا حابه اقول ان احنا طول الوقت الزملاء الحقيقه بيعملوا مشكورين على التواصل مع وزاره التعليم العالي. تواصلوا فعلا مع الدكتور احمد فرحات مسؤول مكتب التنسيق، طلب مهله 5 دقائق للاطلاع على الكليات اللي بتقبل المكفوفين عشان يرد علينا. الزملاء حاولوا يتصلوا بيه تاني، تليفونه كان مغلق، ونتمنى ان هو يكون فقط خارج الخدمه لسبب مؤقت، وانه هيرد علينا وهم بيحاولوا الاتصال بيه، وبيحاولوا كمان يتصلوا بمكتب سيادة الوزير السيد عبد الخالق. ومكتب الوزير فعلا قال ان هم محتاجين الوزير رد عليهم بحسب ما بيقولوا لي زمايلي، وقال لهم كمان 10 دقائق هتحصلوا على اجابه واحنا موجودين ان شاء الله. نتمنى نحصل على اجابه ان شاء الله. يا رب نتمنى. وبمناسبه المعلومات اللي حضرتك كنت عايز تعرفيها، اعتقد بدايه القوات المسلحه لما بتدخل مشروع او ما بتدخل حاجه اعتقد بيبقى ليها دراسه كافيه. القوات المسلحة هناك مركز يسمى مركز تأهيل الحاسبات في القاهرة. هذا المركز بيقوم بإعطاء الدورات الخاصة بالمكفوفين، أو الدورات الخاصة بالحاسب الآلي، أعتذر، الدورات الخاصة بالحاسب الآلي ولكن للمكفوفين.
هذه الدورات عبارة عن ICDL برمجة، أوفيس، ويندوز، إنترنت، يعني نهاية في هذه الدورات بتستطيع أن تكوني محترفة في مجال الكمبيوتر. هذا المركز الوحيد ولا في مراكز تانية؟ هي القوات المسلحة هي عاملة مركز للأسف بس في القاهرة، لأن طبعا يعني طبعا هي بجد فعلا شكر كبير جدا 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 لأن هذه الشهادات معتمدة من القوات المسلحة ومن وزارة الخارجية. انت حصلت على الدورة دي؟ احنا حاليا انا فعلا هي للاسف هي بس بالثانوية العامة، فاحنا بدأنا ناخد بالفعل الكورسات من حين انتهائنا من الثانوية العامة، بدأنا بالفعل ناخد الكورسات في القوات المسلحة لان هي معمولة بشهادات الثانوية العامة. تمام. المدارس بتاعتكم، المدارس الخاصة بالمكفوفين، ليه ما بيبقاش في تدريب على الكمبيوتر؟ يعني انت هتستنى يعني اكيد انت حاولت وهادي حاول وبدليل ان انت عملت مواقع قبل كده، لكن هل العادي ان الطالب يستنى لغاية ما يبقى سنه 16 و17 سنة عشان خاطر يتعرف لأول مرة على الكمبيوتر اللي الأطفال الصغيرين بيستخدموه؟ هقول لحضرتك على حاجة، الموضوع ده بدأ معايا من ثالثة إعدادي. أنا كنت بشترك في الصحافة المدرسية من وأنا في ثالثة إعدادي، ففي في في هذا الوقت يعني أجريت حوار مع وزير التربية والتعليم آنذاك تبع الصحافة المدرسية. الحوار ده على فكرة هو نزل في الجرائد. كنت سألته أسئلة، أنا كنت الموضوع ده كان فيه مشاكل ساعتها في الوقت ده كبير، فسألته، كان الحوار ما كانش المكوفين، وأنا كان معمول على إني صحفي من الصحافة المدرسية وبجري مع الحوار، فأجريت مع الحوار بخصوص ما يخص هذه المشاكل الموجودة في الوقت اللي هو كان متواجد في ذلك. فطبعا سألته من ضمن الأسئلة بخصوص مدارس المكفوفين، فيعني طبعا هو كانت الإجابة ممكن اقول دبلوماسيه شويه او اجابه اللي هي تحاول ان هي بتعدي الموقف شويه للاسف. لحظه يا محمد هرجع لك تاني، بس انا معايا على الهاتف الدكتور احمد فرحات المشرف على مكتب التنسيق بوزاره التعليم العالي. اهلا وسهلا يا دكتور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور، الحقيقه احنا استمعنا الى بعض المعلومات واحنا اتصدمنا، انا ما اعرفش المعلومات دي يعني حضرتك لديك علم بيها ولا لا. معايا في الاستوديو طالبين متفوقين في الثانويه العامه حاصلين على مجموع، واحد منهم اقل من 90 بقليل وواحد فوق ال 95 ولديهم مشاكل، بيعبروا عن فئه واسعه من هؤلاء الطلبه الكليات لا تقبلهم، وتقال لهم صراحه في اكثر من مكان اننا لا نقبل المكفوفين حتى في بعض الكليات اللي لديها طلبه مكفوفين. والله انا طبعا ما تابعتش الحلقه، لكن الشيء المؤكد فيه قرار صادر من الجامعات بيحدد الكليات اللي ممكن ابنائنا المكفوفين يقدروا يدخلوها، والابنائنا ذوي الاعاقات الاخرى برضو بيبقى لهم كليات. بس انا يمكن لما الاخ المعيد اتصل بيا قلت له انا علشان سايق ومعيش الاوراق، لكن انا فاكر كويس قوي ان كليات التجاره والاداب والحقوق هي اللي بتبقى متاحه ليهم، والحقيقه هم لا يشترط المجموع، يعني مش 95 او 80 زي ما فهمت من حضرتك، ودول بيتقدموا لاقرب كليه ليهم مباشره، والكلية الأقرب جامعة والجامعة نفسها بتشكل كومسيون طبي عبارة عن لجنة ثلاثية من الأطباء اللي هم المتخصصين اللي هم بيحددوا نوع الإعاقة ودرجتها والكلية اللي هي تتناسب مع إمكانياتهم. يعني باختصار شديد هو انا ما اعرفش هم. طب ليه يا فندم بعض الكليات قالت لهم كلام عكس ده؟ وانا هخلي محمد وهادي هم اللي يشرحوا لحضرتك مشكلتهم. اتفضل يا محمد. استاذ احمد، اولا تحياتي دكتور احمد، اولا تحياتي لحضرتك وشكرا جدا لاستجابه حضرتك واهتمامك بالامر. ثانيا احنا تحت امركم اولا واخيرا، وبالعكس انتوا اكثر الناس لازم نبقى حرصاء عليهم، لان في من منكم ونتمنى ان يكون طه حسين آخر إن شاء الله. هذا ما كنا يعني نعمل به، وفعلا من الواضح أنه وجد. ثانيا أحب يعني أوضح لحضرتك بالفعل كلام حضرتك المفروض هو الكلام المنطقي الذي من المفترض أن يحدث، ولكن ما رأي حضرتك إذا توجهنا إلى بعض الكليات وعلى سبيل المثال جامعة عين شمس، وأنا على استعداد أن أأتي لحضرتك بورقة رسمية توضح ما أقول. قسم أداب حضرتك عارف أن تقريبا بها 16 قسم عامة أو يعني في الغالب، جامعة عين شمس متاح بها للمكفوفين فقط قسم تاريخ وقسم لغة عربية، مع العلم أن هذا الأمر يتفاوت من عام إلى آخر، فهناك الكثير من الأقسام في الأعوام السابقة كانت متاحة للمكفوفين كقسم الاجتماع وقسم الفلسفة وكثير من الأقسام وعلم النفس وغيرها، ولكن
ترجع هذه الرغبة على ما أعتقد إلى العميد، لأن تحدثت إلى أحد من مسؤولي المجلس الأعلى للتعليم الجامعي فقال لي أن الكفيف كما حضرتك ذكرت يحق له الالتحاق بأي كلية من الكليات الأدبية، فلماذا يوجه لنا هذا الأمر بالرغم أن في نفس هذه الكليات وفي نفس هذه الجامعات أيضا أشخاص يقومون بعمل دراسات عليا؟ وشكرا آسف لإطالة على حضرتك. اتفضل يا دكتور. والله الكلام اللي انت الحقيقة بتقوله يمكن أنا لسه قايل من شوية صغيرين أن كليات الأداب بتبقى متاحة ليكم، واللجنة الثلاثية الطبية هي اللي يمكن بيبقى لها دور في تحديد المسار أو المجال اللي هو يتوافق مع الابن. لكن لو هي المشكلة في جامعة عين شمس أنا شخصيا هتدخل وأكلم الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، وهو من الناس الأفاضل جدا ولن يدخل جهدا أو أي شيء إن هو يحقق لكم يعني رغبة إذا كانت هي متاحة وممكنة. طب يا فندم احنا طبعا شاكرين جدا ان حضرتك هتحل مشكله محمد ومشكله هادي، لكن انا اتمنى ان الحل يكون اوسع للطلبه المكفوفين اللي ما طلعوش معانا واللي محمد وهادي بيمثلوهم، واللي مؤكد ان بعضهم تلقى اجابات سواء في جامعات في القاهره او خارجها في الاقاليم، وهو يعني بيقول ان عين شمس مثال. فاحنا عايزين قرار قاطع في هذه المساله يلزم الجامعات بده، ما تبقاش المسألة خاضعة لرغبة العميد أو كده، لأن هو يعني طالب مش مشكلته أنه هو يحل مشكلة الكلية أنها توفر له بعض الإمكانيات اللي هو بيحتاجها. ممكن توضيح؟ أستاذة منى أنا قلت من شوية صغيرين في قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات وهو ملزم لكافة الجامعات المصرية الـ 23 جامعة حكومية، الإلزام موجود، لكن هنا يمكن يكون التطبيق قد يكون فيه مشكلة، لأن أنا متأكد إن لو هم فتحوا باب رئيس الجامعة سواء محمد أو الابن الثاني أو أي حد ثاني عنده إعاقة مثيلة لن يتردد أي رئيس جامعة إن هو يحل المشكلة. طب في حال عدم الالتزام بالقرار يا فندم، في حال اذا واجه بعض الطلبه اللي بيسمعونا دلوقتي مشاكل وبعضهم ممكن يكون بيتفرج بيقول لا حضرتك بتقول كلام صحيح بس الحقيقه ان الجامعات بعض الجامعات لا تلتزم بيه، في حال عدم الالتزام ايه التصرف اللي محمد او هادي او غيرهم من اللي بيسمعونا مفترض ان هو يقدم عليه؟ والله ببساطه شديده جدا اي واحد نفسي وزاره التعليم العالي احنا هنتكلم مع رئيس الجامعه نحل له المشكله مباشره، لكن انا برضو برد على حضرتك القرار الملزم موجود، لكن هنا انا كل ما اخشاه ان يكون هناك يعني ان قال لهم هذا الكلام هو نفسه مش عارف ايه اللي زام، لكن لو في واحد منهم او اي طالب من ابنائنا عنده اي مشكله وراح مباشره لرئيس الجامعه كل رؤساء الجامعات عارفين هذا القرار، ده مش للمكفوفين فقط، لا للمكفوفين في بند للمكفوفين وفي بند اخر لذوي الاعاقات الاخرى، ويمكن انا كان في مشكله شبيهة ومعالي الوزير فعلا شكل لجنة يعني أنا والأستاذ سيد عطا رئيس مكتب التنسيق والدكتور خالد اللي هو المستشار الطبي للوزير عشان حتى نشوف نقعد مع المؤسسة اللي هي بتتعامل مع المكفوفين حتى علشان نشوف المطالب بتاعتها. الكلام ده لسه يمكن من يومين ثلاثة، لأن هم الحقيقة لهم حقوق في رقابنا جميعا ولازم نهتم بيهم اكتر من اي حد تاني الحقيقه. طب يا فندم احنا بنستاذن حضرتك، اولا احنا هنوصل بين محمد وهادي وحضرتك لمعرفه المزيد، وبنستاذن حضرتك كمان اننا اذا تلقينا المزيد من هذه المسائل وان الطلبه لم يستطيعوا التواصل مباشره مع حضرتك او مع رئيس الجامعه ان احنا نكون هذه القناه للاتصال بحضراتكم في هذا الوقت الدقيق قبل بدايه الدراسه بفتره قليله، ونتمنى ان حضرتك يعني تتولى تسهيل مشاكل هؤلاء الطلبة في وقت معقول. احنا اولا تحت امرهم، ثانيا صدقيني لو اي حد جال الوزارة احنا ما بنتأخرش عن مقابلة اي حد، وهم هيبقى لهم يعني وضع خاص جدا يعني لان دولا هيكونوا يعني على رأس ابنائنا كلهم.
خلاص يا فندم، شكرا جزيلا، واحنا نعتبر ده وعد، ونتمنى ان احنا نلتقي بحضرتك مع ابنائنا من هؤلاء الطلبه، وحضرتك بتقود خطواتهم الاولى للجامعه، لعل بعضهم فعلا زي ما حضرتك قلت يقدم للعلم والمصر اكثر مما يقدمه كثيرون اخرون ممكن يكونوا ليسوا اكثر من عدد في الجامعات المصريه. بشكر حضرتك الدكتور احمد فرحات، مسؤول مكتب التنسيق بوزاره التعليم العالي، الذي تفضل ورد على هذه المشكله. اتحلت المشكله؟ لا، توضيح صغير بس. طب يعني اولا طبعا كل الشكر للدكتور احمد فرحات، ولكن بالفعل احنا حاولنا نقابل رئيس الجامعه، بس للاسف يعني الموضوع بيبقى في منتهى الصعوبه. احنا يعني انا اسف كده في اللفظ، يعني بيبعتونا لكذا حد، يعني ده وروحوا لده وتفضلوا روحوا لده، وفي الاخر ما بقابلش رئيس الجامعه. فانا بستاذن حضرتك. والحد اللي بتبع اللي بيبعته لك ما بيحلش مشكلتك؟ ما هو انا لو حضرتك المشكله لو كانت محلوله انا ما كنتش اتكلمت فيها. يعني انا لحد دلوقتي انا مش عارف مصيري ايه في الجامعه، تمام؟ فانا بطلب من حضرتك، طبعا هو مش تشكيك، بس يعني لو حضراتكم تكونوا معانا ان احنا نروح نقابل رئيس الجامعه. يعني الحقيقة أن دلوقتي الدكتور أحمد فرحات تعهد شخصيا بحل مشكلتكم، وأعتقد ده ممكن يبقى وعد كافي أكيد وملزم لهذه الجامعات، خصوصا أن في قانون وفي قرار من مجلس الأعلى للجامعات بحل هذه المشاكل. تمام. وإحنا نقدر نوعد بيك برنامج أن احنا هنتابع معاكم، ونتمنى أن احنا نصور معاكم. طيب. في أول يوم للدراسة، ونتمنى أن انتوا كمان تكونوا قناة للاتصال، خصوصا أن انتوا اتكلمتوا في أن انتوا عاملين مواقع اجتماعية. تمام. توصل لنا من خلالها مشاكل زملائكم ساعد في حلها. طيب هي حاجه. طب ممكن حضرتك يعني احنا حضرتك يعني ناخد ميعاد، يعني حضرتك نحاول نتواصل مع رئيس جامعه عين شمس نقابله في اي وقت؟ يا محمد انت سمعتني. تمام. زميلي يعني الاستاذ عمرو موجود بره دلوقتي وهو سمعنا. تمام. هيرتب ليك ميعاد مع دكتور احمد فرحات. تمام جدا. وهو الراجل تعهد بهذه المساله. طبعا يعني كل الشكر للدكتور احمد، واحنا نتمنى ان المساله تحل عن طريق الوزاره عشان تبقى شامله، مش أكيد. انت وهذه بس، لكن أكيد طبعا.